مرحبا متابعينا وأحبائي من كل مكان، وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. تمنياتي لكم بقضاء يوم سعيد يتحقق أمنياتكم فيه إن شاء الله، وأموركم تكون زينة وصحتكم تكون على أحسن الحال. رجاء لا تنسوني عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات كي يصلكم كل فيديو جديد من قناتنا. أنثى رقيقة جدا، صاحبة شعر بني فاتح ناعم وطويل منسدل لأسفل كتفيها بقليل، ملامح بريئة فهي تعطي إيحاء بالانطباع الفرنساوي في وجهها، فهي بيضاء صاحبة أنف كبيرة قليلا وعيناها جميلة ساحرة فاتحة اللون، ولديها من الحواجب حواجب محددة طبيعية ولونها نفس لون الشعر متناسق جدا ومناسب معها. هي أنثى شفتاها جميلتين ومنفوختين يحكيان عن الأنوثة والنعومة لهذه المرأة الجميلة ذات الطابع الفرنسي في جمالها. هي أنثى رقيقة جدا بيضاء البشرة طويلة الرقبة وتتناسب طولها مع طول شعرها وكثافته، وتبرز رقبتها جمال كتفيها الجميلين، فلديها بروز في عظمة الرقبة يبرزان جمال الكتفين وتناسقهما مع شكل جسمها العام. هي ليست بنحيفة ولكنها جسمها منحوت، فلديها بروز في بعض المناطق ومناطق أخرى منحوتة، فبطنها منحوت وخصرها ملفوف ومخصر، ولديها نهود بارزة ومؤخرة بارزة جميلة تهتم بالتفاصيل الصغيرة لتبرز أقل التفاصيل التي تحكي عن أنوثتها، ومن خلال ملابسها ترى الأنوثة والأناقة والرقي، فهي تعرف كيف تختار الملابس التي تبرز جمالها، وتعرف كيف تختار ألوان الميك اب التي يبرز ويوضح نعومتها وأنوثتها. هي أنثى صاحبة طول متوسط تهتم بتقليم أظافر يديها الطويلتين على شكل قوس حاد وتزينهم بطلاء من الأظافر الذي يبرز جمال بشرتها البيضاء، مع لبس قليل من الخواتم التي تبرز جمال أصابعها. ومن الجزء السفلي أنثى جميلة ناضجة جدا ناعمة الكعبين، لا ترى في أقدامها ولا في أرجلها عضل أو عصب، ملحمة الجسم من الركبة للأصابع القدمين، فحقا أنثى رقيقة وناعمة.